في مجالات معينة يا فندم أوجه إنفاق الصندوق هيتجه ليها؟ أكيد طبعا المنظومة التعليمية بالكامل، يعني الصندوق هيتجه ليها، لكن يعني هل في بنود بعينها، في أجندة للعمل عليها؟ طبعا هو في مجلس إدارة هو اللي هيدير هذا الصندوق، وليس الوزير الموجود أو أي وزير آخر، وهيبقى له إدارة مستقلة من المؤسسين بتوع الصندوق وشركات استثمارية محترفة بتستثمر رأس المال، عشان إحنا بنبقى اللي بيروح للتعليم هو الريع بتاع الصندوق مش رأس المال. فالريع ده المفروض يتصرف على حاجات بيوافق عليها مجلس الإدارة فقط، ولا يمكن تغيير أوجه الصرف غير بما يشبه الجمعية العمومية للصندوق، لازم كلها توافق. إنما في الأول هو هيساعد على تطوير عملية التعليم، توفير المدارس، الفصول المجهزة، تدريب المدرسين، رعاية المتفوقين، واستدامة العملية دي عشان ما تكونش مرتبطة بوجود وزير أو أي مسؤول معين. حضرتك ذكرت دلوقتي الريع يا فندم، هو يعني الريع يعني بيترك هنا على حسب الحالة أو الموقف، يعني هل متوقع ليه أنه يكون كافي للأماكن اللي مخصص ليها الإنفاق؟ والله بصي، ده احنا وقدراتنا كمجتمع ومدى الثقة اللي هيكتسبها الصندوق لما الناس تعرف كيف يتم إدارة هذه الأموال بشكل شفاف وواضح، ونعرف مصاريفها فين. وكان مجلس الإدارة ما كنا قاعدين بنتكلم إن يبقى فيه تقرير عن كل واحد فلوسه راحت لإيه، وإنه يعرف الفلوس بتاعته بتتصرف على إيه بالظبط، وعشان نثق في هذا الوقف اللي هو العوائد بتاعته. هي كل ما زاد رأس المال كل ما زادت العوائد طبعا، وقدرنا نحقق. فبالتالي هي عملية في بناء الثقة واحنا ماشيين. لا، كل ما الناس اكتشفت ده هيجدوا انه يمكن انهم يحطوا فلوسهم في الوقف ده احسن كتير ما نصرفها على اشياء اخرى الحقيقة لا تفيد التعليم بصفة عامة ولا تفيد تعليم ولادنا. فإن شاء الله نوصل لده. إحنا من ناحيتنا في الوزارة بنحاول نعمل جودة عالية جدا في التعليم الجديد اللي هو بيبتدي من بياض الأطفال، وبكرة إن شاء الله في معرض القاهرة للاتصالات اللي هو كايرو ICT هنوري إيه اللي هيجي على التابلتس الجديدة، هنوري الناس المحتوى الجديد، وهنوريهم نظام التعليم الإلكتروني. وبالتالي كل ما اكتسبوا ثقة في إن الدولة بتدي منتج بهذه الجودة هيبقوا عارفين ان لو اتوفر بقى التمويل المناسب هنقدر كلنا مع بعض نحقق لاولادنا تعليم مجاني عالي الجوده جدا وبدون ارهاق الاسر اكتر من كده. وهنا بقى تاتي قيمه المشاركه، اللي قادر يدفع بيحط اكتر وبيخدم اللي مش قادر. حضرتك ذكرت المجانية في التعليم في بداية الحديث، والآن مجانية التعليم كحق دستوري طبعا تمت الإشارة ليها في لقاء سيادتك مع أعضاء مجلس النواب، وحضرتك وضحت المفهوم المقصود بالعمل السليم من أجل الوصول إلى مجانية التعليم لمن يستحقها. إزاي ممكن النهاردة وإحنا بنتحدث عن مجانية التعليم نستفيد من هذا الوقف الخيري، مجانية التعليم من حيث كثافة الفصول اللي محتاجة يعني أموال وموازنة مختلفة، منظومة التعليم اللي حضرتك أيضا أشرت إلى أنها تحتاج موازنة جديدة، إزاي ممكن الوقف يعطي ما يريده التعليم في الفترة الحالية ومستقبلا؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. فيلم هو المنتج زي اي منتج بيتكلف عشان نوصل، فكل ما حبينا نعلى بالجوده هتلاقي التكلفه عاديه. وطبعا عشان نعلى بالجوده بيبقى في جوده في المناهج، جوده في مستوى المدرسين، جوده في البنيه التحتيه، في حجم الفصول، في الكثافات، في كل الحاجات دي. الحاجات دي كلها بتترجم بفلوس. عشان المنتج ده يوصل للجوده العاليه بالتكلفه دي، وفي نفس الوقت لا نكبد اللي بيحصل على المنتج اي فلوس وبالتالي يبقى مجاني، لازم نجد مصدر لهذه الفلوس. فالمصدر جزئين، في جزء من
موازنات الدولة، ما تستطيع الدولة انها ترصده للتعليم، بس ده احنا كنا عارفين انه مش كافي يحقق كل الطموحات اللي عندنا، فكان لازم نلاقي فكرة يا اما استثمار في اصول كثيرة عندنا، وده هيحصل في صندوق مصر السيادي اللي الدكتورة هالة اتكلمت عنه برضه، وفي نفس الوقت كنا محتاجين صندوق تاني زي اللي بنتكلم عليه ده يكتتب فيه الناس ونتشارك فيه جميعا، طالما اقتنعنا بان في هدف يستحق ان كلنا نلتف من حوله، وعشان نتفادى اي اخطاء سابقه. هنا بقى طريقه انشائه وادارته والتناول الريادة ومصارف اوجه الصرف بتاعته هي اللي تتعمل بحرص شديد، عشان كلنا نطمئن ان فلوسنا رايحه للهدف الصحيح. فاول ما يجي لو لما تقف الفكره على رجليها ويبقى عندنا عوائد كثيره تضاف للموازنه الحكوميه، هنقدر نحقق بقى الهدف ده اللي هو نحل كل المشاكل دي ونقدم هذا المنتج للناس بلا تكلفه عليهم، ونتشارك كلنا في التكلفه بالصوره النظاميه دي. التبرعات يا فندم هتبدأ امتى؟ كحمله او كمبادره؟ والله الموضوع لسه في اوله، انا برضو كنت نفسي تبقى معايا الدكتوره هاله ترد على بعض الاسئله لان هي اللي ماسكه الجزء الفني من هذا الموضوع، ولكن احنا متهيألي بنتكلم على يعني الربع الاول من سنه 2019 اللي هو عام التعليم، ان نكون ده انشئ ونفتح باب الاكتتاب ليه باذن الله، ونعلن عن راس ماله الاولي ونشرح كل التفاصيل دي. فطبعا عشان بس نبقى عارفين نحسن التوقع، يعني اول ما نحط هذه الكميه احنا لازم نستنى لما يبقى فيه ريع، فهو يبتدي العجله دي تلف بعد انشائه بحوالي سنه يطلع اول ارباح يعني. وطبعا حسن استثمار راس المال بيزود الارباح، فاحنا كل الامور دي شغالين عليها، ولكنها فكره مؤسسيه جدا وبتساعد علشان مهما تغيرت الاشخاص يبقى في مصادر تمويل يعني يعتمد عليها بجانب الموازنه، والافكار تكون مؤسس ليها صح بحيث المشروع يكمل بقى للاخر.